اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية اليوم في مدينة واشنطن بالسيد جون بولتون مستشار الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الاجتماع أكد معالي وزير الخارجية أن العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تبرهن على ما تحظى به هذه العلاقات من أولوية واهتمام من قبل البلدين الصديقين، وتعكس مساعيهما الحثيثة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، منوها معاليه بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم بأسره، مؤكدا معاليه أن البحرين ستظل على موقفها الثابت الداعم لهذه الجهود. من جانبه أشاد السيد جون بولتون بعلاقات الصداقة القوية بين الجانبين وحرصهما الدائم على تفعيل أطر التعاون الثنائي على المستويات كافة، معربا عن تقديره لاستضافة البحرين لورشة السلام من أجل الازدهار في خطوة مهمة تؤكد الدور المهم للمملكة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل جهودها الهادفة للتصدي لخطر إيران في المنطقة بما تنتهجه من سياسات تقوم على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم الجماعات والميليشيات الإرهابية ونشر الفوضى والعنف، مؤكدا أن مواجهة خطر إيران يعد خطوة مهمة وهدفا رئيسيا لأجل السلام المستدام والاستقرار في المنطقة، ويستدعي تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيقه.